زميلة أو ضيفتنا لينا قنوع محللة أسواق عالمية في إكويتي جروب. لينا أهلا ومرحبا بك معنا. يعني اجتماعات البنوك المركزية تطغى على المشهد اليوم، سواء ما بين البنك المركزي الأوروبي أو حتى البنك المركزي الإنجليزي، ما هي توقعاتك بداية؟ هل سيكون هناك من مفاجآت؟ أهلا بك. بالفعل بداية بالنسبة لترقب فعلا الأسواق اجتماع لبنك إنجلترا المركزي وأيضا البنك المركزي الأوروبي. بالنسبة لبنك إنجلترا المركزي متوقع أن يقوم برفع أسعار فائدة متتالي، يعني تم أول رفع لأسعار الفائدة منذ ديسمبر، وهذا الرفع الثاني متوقع أنه يكون بربع نقطة مئوية في ظل ارتفاع التضخم بشكل كبير في دول العالم. فبالتالي هذا يعني الارتفاع المتتالي، ربما هذا أول رفع منذ عام 2004 لرفعين متتاليين. فالتوقعات انه نشوف شو راح يحكي بنك إنجلترا المركزي عن توقعات المستقبلية. هل سيكون رفع لأسعار الفائدة هذا العام بثلاث مرات ليصبح الرفع حتى مايو بنسبة 1%؟ يعني نحن شفنا بعض البيانات، سواء كانت بيانات تعتبر من قطاع الصناعات التحويلية وأيضا قطاع الخدمات، ربما أظهر بعض التباطؤ. لكن الآن في ظل ارتفاعات التضخم، فربما الاحتمال الأكبر من الأسواق، وعم تسعر الأسواق رفع أسعار الفائدة تقريبا بثلاث مرات، وهذا عم نشوفه على الجنيه الاسترليني. عم نشوف بعض الخسائر التي حققها خلال الأسبوع الماضي ب21% من التراجعات، ونحن عم نشوف انه تراجع من اعلى مستوياته الحقيقه في يناير تقريبا 3%، ليعود بالارتفاعات بفوق مستويات 1.35، وذلك في ظل تراجع الدولار الامريكي. نعم. وترقب من قبل بنك انجلترا. اما بالنسبه للبنك المركزي الاوروبي، في ظل ارتفاعات التضخم التي وصلت بالفعل الى مستويات قياسيه، يعني 5.10%، 5.15% من الارتفاعات، نشوف شو بدها تحكي كريستين لاغارد رئيس البنك المركزي الاوروبي. هل ستقوم بالفعل باي تجديد للسياسه النقديه برفع اسعار الفائده فيما بعد في ظل ارتفاعات التضخم؟ نحن ربما يكون هذه الارتفاعات برفع أسعار فائدة، وتوقعات برفع أسعار فائدة تكون بعشر نقاط أساس أو 15 نقطة أساس. فبالتالي عم نشوف أنه بس، لكن رح يبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسة التسهيلية في هذه الفترة، لأنه متوقع أنه التضخم على المدى المتوسط أنه يكون يعود إلى مستوياته هي المتوقعة، والمستويات اللي بيستهدفها البنك المركزي الأوروبي 2%. نعم صحيح. لينا دعينا ننتقل لموضوع آخر، يعني ذي صلة بطبيعة الحال، وأنت تعلمي العوامل التي يستصحبها الاحتياطي الفيدرالي أو بقية البنوك المركزية في العالم، معدلات التضخم والتوظيف. يعني إذا أخذنا في الاعتبار ربما الوظائف في القطاع الخاص، نجد أنها انخفضت بشكل ملحوظ، لم يحدث منذ ديسمبر 2020، وانعكس ذلك على سعر الدولار بطبيعة الحال. كيف نتوقع بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية الجمعة، وإلى أي مدى هي مهمة؟ نعم، بالفعل بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية المتوقع أن تجي تباطؤ، يعني إذا ما قورنت بالشهر السابق، يعني متوقع ب 145,000 وظيفة، التوقعات كانت جاءت بالشهر الماضي تقريبا، نحن عم نتحدث عن 199,000 وظيفة. هي رح تعطي يعني صورة أوضح على تحركات الدولار الأمريكي في حال إجا هذا التباطؤ والانخفاض، وبتعطي بعض الضغط، خاصة نحن تفاجأنا ببيانات من بيانات القطاع الخاص الذي فاجأنا، يعني ربما أول انخفاض منذ عام، هذه الانخفاضات فاجأنا بفقدان 300,000 وظيفة. فبالتالي يعني نحن بنعرف أنه القطاع الخاص هو يعني مهتم بالرواتب الخاصة، أما القطاع الحكومي هو يهتم بالعمال بشكل عام. فبالتالي نحن عم نشوف فقدان بالقطاع الخاص، كنا رأينا أقل بقطاع التعدين ب
كنا الأعلى مستويات في عام ونصف ثم عدنا لنتراجع عن تلك المستويات. نعم. ونحن عند مستويات 96. بالفعل البيانات التي سوف تأتي بيانات يوم الجمعة لو شاءت بسلبية سيكون له تأثير وعمليات نعم. تصحيح وجني أرباح على الدولار الأمريكي ل 95، لكن متوقع على المدى المتوسط والطويل ارتفاع للدولار الأمريكي في ظل تجديد السياسة النقدية واحتمال رفع أسعار الفائدة والتسعير بأن يكون عدد الرفعات أكبر للحد من ارتفاع التضخم. نعم. اللي عم بيرتفع بشكل كبير وخاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة وأيضا التوترات. لينا عن أسواق النفط وخصوصا بعد قرار أوبك بلس بالتمسك بزيادة ب 400 ألف برميل يوميا، لدينا نقص في المعروض واضح في الأسواق وهو ما يدعم الأسعار. كيف ترين مسار الأسعار حتى نهاية شهر فبراير بعد أو في ظل هذه الأجواء عموما؟ نعم بالفعل يعني نحن بعد قرار أوبك بلس بالفعل كما توقعت السوق بزيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا. المتوقع أنه تصل أسعار النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل سواء على المدى المتوسط والطويل، وحالة الارتفاع اللي عم نشوفها على أسعار النفط هي بسبب المخاوف الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا، فبالتالي عم بيزيد هذا يعني أنه نقص الإمدادات، خوف من نقص امدادات الغاز وايضا الطلب على النفط. فبالتالي عم نشوف يعني رغم ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا وبانتشار اوميكرون، لكن الطلب على النفط عم بيرتفع وربما يعود الى مستويات ما قبل جائحه الكورونا. والشيء اللي كمان عم بيدعم اسعار النفط انه بعض الدول من اوبك بلس ما عم تمتثل بكامل الطاقه يعني او بالرفع المحدد لها برفع الانتاج التدريجي بواقع 400 ألف برميل يوميا، فهذا عم بيخلي دعم لأسعار النفط. فبالتالي أسعار النفط سوف تشهد مزيد من الارتفاع في ظل الأوضاع والجيوسياسية سواء في الشرق الأوسط سواء المخاوف الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا وفي ظل نقص الإمدادات وعودة الطلب إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. فالاتجاه صاعد لأسعار النفط، لا أستبعد بعض التراجعات أو التصحيحات البسيطة، لكن على العموم كل العوامل سوف تساعد ارتفاع اسعار. شكرا شكرا العالم. شكرا جزيلا لك لنا قنوع محللة الاسواق العالميه في إيكويتي جروب. شكرا جزيلا لك.